بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يزكي نفوسنا فهو خير من زكاها، وأسأله عز وجل أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. وأسأله عز وجل أن يختم لنا جميعا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، الإنسان مخلوق مكرم بنص كتاب الله عز وجل، فإننا نقرأ في كتاب ربنا جل جلاله: ولقد كرمنا بني آدم. ومن كرامة هذا الإنسان وتكريمه أن الله عز وجل خلق أصله وهو آدم عليه السلام بيديه سبحانه وتعالى، ونفخ فيه من روحه، وعلمه الأسماء كلها، وأسجد له الملائكة، وأسكنه جنته، وتاب عليه بعد ارتكاب ذنبه وهداه. فهذه كرامة كانت للأصل الذي تفرع منه هذا الفرع. ومن كرامة الفرع أنه نسب إلى ذاك الأصل المكرم، فخاطب الرب جل جلاله هذا الفرع بقوله: يا بني آدم. والنسبة إلى المكرم تكريم، والنسبة إلى المشرف تشريف، فالإنسان مخلوق مكرم. والله عز وجل أخبر بذلك فقال: ولقد كرمنا بني آدم. ومن كرامة هذا المخلوق وتكريم الله عز وجل له أن الله سبحانه وتعالى اختصه بنزول الكتب وهداه، جعله الله عز وجل لهذا المخلوق المكرم الإنسان. فقال الله عز وجل للأبوين إبان نزولهما من الجنة: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقال: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالإنسان مقصود شرائع السماء، فلأجله أنزل الله عز وجل الكتب، ولأجله أرسل الله عز وجل الرسل، ولأجله خلق الله عز وجل هذه الأرض وما حولها على هذا النظام
الملائم المناسب لهذا المخلوق المكرم الإنسان، وجعل ما في السماوات والأرض مسخراً لهذا الإنسان، وهذا من التكريم العظيم لهذا الإنسان. ولذلك لو قارنا بين حجم ابن آدم وحجم هذا الخلق العظيم لكانت المفارقة كبيرة، ولكن كل هذا الخلق خلقه الله عز وجل مسخراً لهذا الإنسان المخلوق المكرم. وها نحن أيضاً نرى هذا التكريم فيما شرع لنا، فها هي النفس حين تخرج من الجسد، وقد يكون ذلك الجسد الذي خرجت منه النفس طفلاً وربما جنيناً، وإذا بذاك التكريم لهذا المخلوق المكرم يلزم أولئك المصلين ولو كانت أعدادهم بمئات الآلاف أن يقفوا ويصلوا على ذلك الجسد الذي كانت تسكنه الروح والنفس وخرجت الروح، فحقه في التكريم أن يصلي عليه الأحياء. وتلك معاني عظيمة تدل على كرامة هذا الإنسان ومنزلته. ولذلك نقول لو أن الإنسان قرأ كتب الدنيا بأكملها والله لن يجد كتاباً يحدثه عن نفسه ويبين له كرامة نفسه وقيمة هذه النفس كما يجد ذلك في كتاب رب الأرباب جل جلاله، وكما يجد ذلك في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا وجدنا ذلك في القرآن من التكريم والحفاوة بهذا المخلوق المكرم، فإننا نجد في السنة جاء فيها ما يؤكد ذلك ويبينه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من أن يراق دم إنسان مسلم بغير حق. وكما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فهذه المكانة وهذا التكريم لهذا المخلوق العظيم يحتاج منا أن نقف مع هذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل للإنسان. وكما قلت فالإنسان مقصود رسالات السماء. وهل أحد أعلم وأخبر وأرحم بهذا الإنسان من ربه الذي خلقه وأوجده من العدم؟ وهل هناك من هو أكرم وأرحم من رب عندما عرف بذاته العلية لعبده؟ فكان أول تعريف للرب العظيم جل جلاله في هذا القرآن العظيم أنه الذي خلق الإنسان، وأنه الرب الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم. فهو الخالق الموجد سبحانه وتعالى، وهو جل جلاله الأكرم كثير الخير والعطاء والمنة على هذا العبد الإنسان. فإذا ما وقفنا مع هذا القرآن العظيم متأملين متدبرين أمر صلاح هذا الإنسان مؤمنين بأنه لن نجد كتاباً يعرفنا بأنفسنا
كما نجد في كتاب ربنا جل جلاله. والله عز وجل يعاتب من أعرض عن هذا الكتاب واتجه إلى غيره فيقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الذي خلقكم لا يعرف مصالحكم، ومن لم يخلقكم هو الذي يعرف مصالحكم، ما أعجب هذا الإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ويقول: أأنتم أعلم أم الله؟ والجواب: الله أعلم، والله أرحم، والله ألطف، والله أخبر بما يحقق الصلاح لنا. فإذا انطلقنا من هذا الأصل العظيم واستقر في نفوسنا هذا الإيمان الصادق أنه لا صلاح لنا إلا بالرجوع إلى كتاب ربنا، ولله المثل الأعلى. يا إخوة، ليتأمل الإنسان، لنقرب هذا الأمر بالمثال، وهذه طريقة قرآنية وطريقة نبوية في تقريب القضايا الكبرى من خلال المثال والنموذج حتى يدركها الإنسان. لو أن إنساناً مريضاً وأصيب بمرض عضال يجد ألماً لا يرتاح في ليل أو نهار، ولا يستطيب مطعم ولا مشرب مما يجد من الألم، وليس في المكان الذي هو فيه طبيب عارف بهذا المرض وعلاجه، وقد أعيا نفسه في الذهاب وما وجد فائدة، وبلغه أن هناك طبيباً ماهراً في هذا المرض، وأن كثيراً ممن ذهبوا إليه وأخذوا العلاج من يديه برئت أمراضهم وذهب ما بهم ونزل بهم الشفاء بعد المرض، ولكنه فقير ولا يجد بلغة إلى ذاك الطبيب، وبينما هو في أمانيه وأمنياته وخيالاته أن يصل إلى ذلك الطبيب، إذا بذاك الطبيب يصل إليه ويعرض عليه أن يعالجه دون أن يأخذ منه شيئا. فإذا ما أخذ الدواء، بأي نفس سيستعمله وبأي ثقة وأي طمأنينة؟ وإذا ما برئ بعد المرض، كيف يكون حال ذكره لذاك الطبيب الذي أحسن إليه؟ ولله المثل الأعلى. أنى لنا أن نصل إلى السماوات العلى وإلى العرش وأن نستنزل من ربنا ما يهدينا وهو الذي خلقنا، فكيف والله عز وجل قد أكرمنا وأنزل علينا هداه بدون منة، بدون تعب منا ولا جهد ولا مال، ويسر ذلك فقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فلئن كان الإنسان الجاهل الذي لم يتعلم الطب إن أخذ إلى الطبيب الماهر ووصف له الدواء بعد أن شخص مرضا، فلو أن ذاك الإنسان الجاهل الذي لا يعرف القراءة والكتابة أخذ وصفة الدواء ومزقها وقال للطبيب: هذا الدواء لا ينفع، ماذا يقول عنه العقلاء؟ جاهل، سفيه، مجنون، لا يعرف مصلحة نفسه، مع أن تلك الوصفة كتبها بشر مثله، سوى أنه فاق عليه بالمعرفة فترة من الزمن فجعل له ذاك التسليم. فكيف لا يسلم الإنسان للعليم الذي له العلم المطلق، الذي يعلم كل شيء كان ويعلم كل شيء كائن الآن ويعلم كل شيء سيكون بعد الآن؟ أليس هو الأحق بأن نسلم لحكمه وأمره وتدبيره وشرعه؟ فمن أعقل من هذا المؤمن؟ ومن أزكى نفساً
ومن أطيب نفساً من هذا المؤمن الذي سلم بهذه البدهيات وهذه الأمور المسلمات فخضع لأمر ربه عز وجل. ولذلك لا يجد العبد المؤمن طمأنينة كالطمأنينة التي يجدها عندما يطبق أمر الله وحكم الله وشرع الله، ولا يجد راحة إلا في ذلك، ويعلم أنه لا أحد والله أعرف بمصلحته وما ينفعه من ربه جل جلاله الذي خلقه. هذا شأن المؤمن، وهذا حال أهل الإيمان مع ربهم جل جلاله. لذلك لا تطمئن نفوسهم إلا عندما يسمعون فيما يحتاجون إليه فيقال لهم في الجواب: قال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندها لا يترددون، لو كان الناس كلهم في جهة والإنسان المؤمن لوحده والله ما ترددت ثقته في ربه جل جلاله. فإذا انطلقنا من هذه الأصول ووقفنا مع كتاب ربنا فنجد أنه يخبرنا عن أنفسنا ويخبرنا عن ذواتنا ويخبرنا كيف تكون الأعمال منا وكيف تخرج هذه الأعمال. يخبرنا أن في دواخلنا أمور تتحرك، فيخبرنا عن النفس ويخبرنا عن الروح، وذلك أمر باطن الإنسان. وفي ظاهره يخبرنا عن جوارحنا، يخبرنا عن ألسنتنا وعن أسماعنا وعن أعيننا وعن أيدينا وعن أرجلنا، يخبرنا عن ذلك كله. فكما أخبرنا عن بواطننا أخبرنا عن ظواهرنا. والمسلم إذا سمع ذلك في كتاب ربه جل جلاله يقف مستجيباً ومنقاداً لذلك كله. فكما أننا نسعى أن نخضع جوارحنا لله بأن نصلي له كما يشاء ويريد، ونصوم له ونزكي ونخرج من أموالنا ونحج بيت الله ونعتمر إليه بجوارحنا، فكذلك يخبرنا أن في بواطننا أموراً أيضاً مكلفة بأعمال وعبادات. وكما أننا نصلح ظواهرنا فكذلك أمرنا بأن نصلح بواطننا. إنما يتعلق بباطن الإنسان مرتبط بذاك الاسم العظيم الذي ذكر في القرآن باشتقاقاته، ذكر في 298 موضعا. إنه النفس، هذا المخلوق الذي خلقه الله وأظهره للوجود، هذه النفس التي لأجلها وأمر صلاحها أقسم الله قسما عظيما ما تكرر في القرآن كله. ونحن نعلم أن الشيء لو أن الله عز وجل أقسم عليه قسماً واحداً دل على علو قدره وعظم مكانته، فكيف بنا بأمر يقسم الله عليه في مكان واحد في القرآن 11 قسم متتابعة ما تكرر ذلك في القرآن كله؟ أن الله يقسم 11 قسم متتابعة لأجل أمر واحد، فما هي هذه الأقسام؟ وما هو هذا الأمر الذي أقسم الله عليه بهذا العدد من الأقسام؟ نجد ذلك في صدر سورة الشمس وضحاها. فأقسم الله 11 قسم، فأقسم بالشمس وأقسم بضحاها وأقسم بالقمر إذا تلاها وأقسم بالنهار إذا جلاها وأقسم بالليل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها
والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وأقسم بالسماء وما بناها وأقسم بالأرض وما طحاها وأقسم بالنفس وما سواها. فهذه 11 قسم أقسم الله عز وجل بها، والسؤال ما هو جواب القسم؟ جواب القسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. 11 قسم لأجل إخبار الله أن المفلح من زكى نفسه، وأن الخائب الخاسر من دسى نفسه. كيف يفلح من أهمل نفسه؟ كيف يفلح من لم يتعلم هذا العلم؟ وأنى للإنسان أن يعرف التعامل مع نفسه وهو لا يراها، وهو لا يلمسها، ولكنه يرى أثرها. من الذي سيخبرنا عن هذه النفس إلا خالقها وموجدها؟ من الذي سيعرفنا بطريقة التعامل معها إلا من هو الخبير بها واللطيف بها والرحيم بها جل جلاله؟ فهل وقفنا مع تلك الآيات في القرآن العظيم وهي تخبرنا عن نفوسنا؟ تخبرنا عن نفوسنا وعن تزكيتها، تخبرنا أن هذه النفس خلقها الله وخلق منها الأنفس، وأن الله عز وجل جعل هذه النفس تموت وتحيا، فقال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت، وأنها هي الجزء الواعي من الإنسان والعاقل من هذا الإنسان، وأنها هي المكلفة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهي مناط التكليف، وعليها يكون الجزاء، وهي المحاسبة يوم العرض والحساب، وعليها يقع الألم، منها يقع الإيمان ويقع الكفر، وهي تفرح وتحزن، وهي ترضى وتغضب. فتلك صفات النفس، والله عز وجل أخبرنا عن ذلك. أخبرنا أن للنفس صفات بحسب علاقتها بهذا الإيمان، بهذا الدين، بربها جل جلاله، تنقسم إلى 3 أقسام. فهناك النفس المطمئنة، وهناك النفس الأمارة بالسوء، وهناك النفس اللوامة، وهي 3 صفات لهذه النفس تتنقل النفس بينها. فإذا ما اقتربت من ربها وخضعت لأمره واستجابت لحكمه وشرعه، وإذا ما عاشت في طاعته ورضاه، فهي النفس المطمئنة التي يقال لها كما قال الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأما النفس الأمارة بالسوء، فهي النفس التي اتبعت هواها وابتعدت عن كتاب ربها جل جلاله، وما اهتدت بهدى الله، وما خضعت لأمر الله، وما رضيت بالله عز وجل ربا وإلها ومعبودا. فتلك النفس لا تأمر صاحبها إلا بالشر، ولا توجهه إلا للسوء، فلذلك هي زاد له إلى النار. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أما النفس اللوامة، والتي قال الله عز وجل: لا أقسم بالنفس اللوامة، فهي بحسب توجه التلوين، والتلوين بمعنى العتاب أو بمعنى التلون،
والنفس اللوامة قد تكون أقرب إلى النفس المطمئنة وقد تكون أقرب إلى النفس الأمارة، وبالمثال يتضح الأمر. لو أن إنساناً رأى إنساناً فقيراً وأنه محتاج، فأخرج من جيبه مالاً ودفعه إليه، فأخذه ذلك الفقير وذهب، وبعد أن ذهب جاءت النفس اللوامة وقالت: لما أعطيته؟ هل ادخرت ذاك المال لولدك؟ هل ادخرته ليوم أسود؟ فهذه النفس اللوامة أقرب إلى الأمارة بالسوء. أما الصورة الثانية، لو أن إنساناً آخر في نفس الحال مر عليه ذاك الفقير فما أعطاه شيئاً وهو في شدة حال وذاك في شدة غنى، ثم بعد أن ذهب جاءت النفس اللوامة ولومته وقالت: هل اتقيت الله الذي أعطاك وأكرمك؟ وماذا يضيرك لو أعطيته من مال الله؟ فبدأت تلومه، فهي أقرب إلى النفس المطمئنة. فإذا النفس اللوامة على حسب اتجاه التلويم تكون أقرب إلى أي النفسين، المطمئنة أو الأمارة بالسوء. هذه النفس من أكبر ما يخاف عليها ثلاثة أمور: الأمر الأول الجهل، والأمر الثاني الظلم، والأمر الثالث اتباع الهوى. أما الجهل والظلم فهي نجدها كما قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالجهل حين لا يتعلم الإنسان من كتاب ربه جل جلاله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يعرفه بطريقة التعامل مع نفسه، فعندها يكون هذا الإنسان جاهلا، والجاهل عدو نفسه كما قالوا. وزوال الجهل بالعلم ورفع الجهل بالعلم، والعلم هنا إنما هو العلم بوحي السماء، ما نزل في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، حتى يتعلم الإنسان كيف يتعامل مع نفسه. والأمر الثاني الظلم، والنفس فيها طغيان، وخصوصا إذا شعرت بالاستغناء كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يوم أن ترى أنها في كفاية حال من مال أو كفاية حال من قوة أو كفاية حال من جاه أو كفاية حال في وجود أهل وولد أو كفاية حال في مركب ومسكن، فإن النفس تطغى إلا من زكاها، قد أفلح من زكاها. والأمر الثالث اتباع الهوى، حينما يكون مقصود الإنسان شهوته، يريد إشباعها ولا يفكر إشباعها في حلال أو حرام، فعندها يكون الإنسان عبد هواه، ويكون الهوى إلهاً يعبد من دون الله، والله ذكر ذلك في كتابه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالهوى يكون إلهاً يعبد من دون الله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فهذه أمور ثلاثة ذات أثر عظيم على النفس وعدم تزكيتها. وكذلك مما يؤثر على النفس الأخلاق السيئة،
الأخلاق السيئة فإنها من الأمور التي تدسي النفس ولا تزكيها. وكلما كان الإنسان متخلقاً بالأخلاق الحسنة فنفسه إلى الزكية أقرب، وكلما كان متخلقاً بالأخلاق السيئة فنفسه إلى النفس الأمارة بالسوء أقرب. لذلك من كان من خلقه البخل أنى له أن يكون من المتصدقين، ومن كان من خلقه الجبن أنى له أن يكون ممن ينصر إخوانه ويدافع عنه. وإذا كان الإنسان من خلقه اللؤم فأنى له أن يقف مع صاحب حاجة، بينما إذا كان الإنسان كريم فإذا يهون عليه أمر الصدقة إذا ما أمر بها، وإذا كان الإنسان شجاعا يهون عليه أمر النصرة لأخيه إذا ما أمر به، وهكذا. ولذلك كما جاء في الحديث: إن الله كريم يحب الكرماء، وإن الله جواد يحب الجودة. فالكريم قريب من الله، قريب من الناس. فالأخلاق الحسنة مما يعين على تزكية النفس. وإن من أسوأ الأخلاق ومن أشدها إفساداً للنفس ثلاثة أخلاق: أولها وأسوأها الكبر. الكبر وعقوبته عظيمة، بل أعظم عقوبة أنزلها الله من السماء على الأرض كانت معاقبة لهذا الخلق وهو الكبر. قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. من كان خلقه الكبر وتمكن منه الكبر فعقوبته أن الله يصرف قلبه عن قبول الحق ولا ينتفع بالآيات مهما كانت عظيمة، لأن قلبه والعياذ بالله يكون كالكأس المنكوس الذي لو سكبت عليه ماء الدنيا لما خرج ما بداخله من الأقدار. فالكبر من أسوأ الأخلاق التي تفسد هذه النفس. والكبر منازعة لله عز وجل في الكبرياء، في إزار الرب جل جلاله. الكبرياء إزاري، ومن نازعه فيه قصمه الله عز وجل. والخلق السيء الثاني الذي يعتبر من أسوأ الأخلاق أثراً على النفس: الحسد، منازعة لله في قسمته بين العباد. فالحاسد يعترض على ربه ويرى أن من أعطاه لا يستحق العطية، فينازع الله في ملكه وينازع الله في قسمته. فهذه من أسوأ الأخلاق التي يتخلق بها الإنسان. ثم خلق الحرص، الحرص على الدنيا والتعلق بها يدفعه إلى الجبن ويدفعه إلى البخل. ولذلك أقبح ما في الرجل جبن خالع وشح هالع، فهذه من أقبح ما يتمثل بها هذا الإنسان. فهذه أخلاق سيئة إذا ما تخلق بها الإنسان فإنها تجعل نفسه بعيدة عن التزكية وتقربها من التدسية. قد أفلح من زكاها. وإذا ما وقف الإنسان متأملا ما هو أعظم زمام جاء في كتاب الله وفي وحي رب الأرباب جل جلاله لإصلاح نفوسنا وتزكيتها، إن أعظم طريق لإصلاح هذه النفس
هو أن نعرفها بربها جل جلاله، أن تعرف ربها، أن تعرف ربها معرفة الإجلال والعظمة، أن تعرف ربها جل جلاله المعرفة الحقة التي تملأ هذه النفس إجلالاً لله وحباً لله وخشية لله واستحضاراً للوقوف بين يدي الله جل جلاله واستحضاراً لمعية الله سبحانه وتعالى. تلك المعرفة التي تؤسس في القلب وفي النفس الحب الصادق لله والخوف الصادق من الله واستشعار المراقبة الدائمة لله، تلك هي المعرفة التي تنتفع بها هذه النفس. وقد يقول الإنسان: ما هو الطريق لمعرفة هذا الأمر والوصول إليه والتنعم بتلك الآثار؟ ومن الذي لا يريد أن يكون الله عز وجل معه؟ ومن الذي لا يريد أن يكون أنسه بذكر ربه وخالقه؟ ومن الذي لا يريد أن يستحضر معية الله، معية الجلال والعظمة له؟ ولكن كيف الوصول إلى ذلك؟ الطريق إلى هذا إنما يكون بالتدبر في آيات الله المتلوة والتدبر في آيات الله المرئية المنظورة. التدبر في آيات الله المتلوة كتاب الله عز وجل أعظم الغايات وأشرفها وأثقلها في ميزان العبد إذا لقي ربه عز وجل، عندما يعمل عقله هذه القوة العجيبة التي خلقها الله فينا، عندما نجعلها في تدبر هذا الكتاب. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وعاتب الله قريش حينما غفلت عن هذا الحق العظيم لهذا الكتاب، فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أن نتدبر آيات القرآن. وقد يقول الإنسان: كيف أتدبر القرآن؟ إن أعظم ما في القرآن، وكل ما في القرآن عظيم، ولكن أعظم ما في هذا الكتاب ما جاء في العلم بالله سبحانه وتعالى، أسماؤه جل جلاله الحسنى وصفاته العلى، الإخبار عن مفعولاته سبحانه وكمال قدرته. فإن من قرأ القرآن أشهده القرآن رباً عظيماً جليلاً مستوٍ على عرشه، أزمة الأمر بيده، الأمر ينزل من عنده، وفعل الخلق صاعد إليه، لا يكون شيء إلا بأمره وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. فنقرأ القرآن لنعرف ربنا الكريم الرحمن المنان، نقرأ القرآن ونقف مع أسمائه الحسنى، ونتدبر من خلال آيات القرآن لنتعلم هذا الأمر. فالله عز وجل يخبر أنه هو العليم، وكم نقرأ هذا الاسم في القرآن العظيم، ولكن نقف ونحن نقرأ القرآن ما يعرفنا بهذا الاسم. فنقرأ مثلا قول الله عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. اقرأها وتأمل وقل: من هو بجانبك الآن؟ هل تعلم ما في نفسي؟ لا تعلم، ولكن هل يخفى ذلك على الله؟ الله يعلم. أنت هنا، هل تعلم أهلك في بيتك في هذه اللحظة في أي شيء يفكرون وأي شيء يعملون؟
لا تعلم ولكن الله يعلم. بل أنت الآن أنت قد تقول أعرف ماذا يدور في خاطري، ولكن في الغد في مثل هذه هذه اللحظة هل تعلم في أي شيء سيكون عقلك يفكر فيه؟ هل أنت تعلم أنك ستكون حياً حتى تعلم في أي شيء تفكر فيه؟ ولكن الله عليم. ثم يأتي الإنسان في طريقه يمر بشجرة فينظر إليها، هذه الشجرة كم عدد أوراقها؟ هل أنت تعلم؟ ولكن الله يعلم. وكل شجرة في الأرض كم سقط منها من ورقة وكم سيسقط من ورقة وأين ستؤول؟ لا تعلم ولكن الله يعلم. فإذا تفكر الإنسان في ذلك امتلأ قلبه تعظيماً وإجلالاً لله سبحانه وتعالى. جاء شاب إلى العابد حاتم الأصم من أقران الإمام أحمد، قال يا حاتم إن نفسي أتعبتني تدفعني إلى فعل المعصية، وكلما فعلت معصية ورجعت ما هي إلا برهة حتى تدفعني إلى معصية، أريد أن أتوب وأخشى أن يأتيني الموت على المعصية فدلني على علاج. قال أنا أدلك على 5 أمور، إن استطعت أن تفعلها فبعد ذلك افعل ما شئت فلن تضرك معصية. قال ما هي؟ قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل شيئا من رزقه. قال يا حاتم من أين آكل وكل ما في السماوات والأرض من خلق الله وملك الله؟ قال بالله عليك أما تستحي تأكل من رزقي ثم تعصي؟ تتقوى بطعام رزقك إياه ثم تعصي؟ هل هذا عقل؟ قال زدني. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن شيئا من أرضه، ابحث عن أرض ما خلقها الله واسكن فيها ثم اعصي الله كيف ما شئت. قال يا حاتم هذه أعظم، السماوات والأرض ملك لله. قال بالله عليك أما تستحي تأكل من رزقه وتسكن في أرضه ثم تعصي؟ قال زدني. قال إذا أردت أن تعصي الله وأنت قد أكلت من رزقه وتسكن في أرضه، فإذا أردت أن تعصيه اذهب في مكان واختبئ ما يراك الله فيه ثم عصيه. قال يا حاتم أما علمت أن الله يعلم السر وأخفى؟ ما هو السر الذي في صدرك ما تحدثت به لأحد؟ طيب ما هو أخفى من السر؟ الأمر الذي لم تفكر فيه بعد يعلمه الله جل جلاله أنك ستفكر فيه. فقال له بالله عليك أما تستحي تأكل من رزقه وتسكن في أرضه ثم تعصيه وهو ينظر إليك؟ أي جرأة فيك وأي قسوة قلب؟ قال زدني. قال إذا كل ذلك ما نفع، فإذا جاءك الموت ملك الموت فقل له أخرني ساعة حتى أتوب. قال يا حاتم أما قال الله إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ قال إذن كيف ترجو التوبة؟ قال زدني. قال إذا جئت يوم القيامة ومن تفعت بذلك كله ومت على المعصية وأمر الله ملائكة العذاب أن يأخذوك إلى النار لا تذهب معهم؟ قال يا حاتم لا يدعوني ولا يتركوني. قال إذن كيف ترجو النجاة؟ فلذلك العلم بالله أعظم ما تزكو به النفس وأعظم ما يطلبه الإنسان لتزكية النفس. فنسأل الله جل جلاله أن يرزقنا هذا العلم وأن يوفقنا له، ونسأله جل جلاله أن يجعل حبه
أحب على قلوبنا من الماء البارد على شدة الظمأ، إنه جواد كريم سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.